معانا بقى الوحش الألماني. بصراحة أنا واقف قدام جهاز جامد بما تعنيه الكلمة، شايفين كمية البرامج، شايفين الأوبشن. بصراحة يا جماعة البراند الألماني أما بيعمل حاجة بيعملها صح. دي الاير فراير الأرشيا، شايفين ال20 في 1، ال12 لتر، بصراحة حجمها ما شاء الله عليه كده. كل دي البرامج، اللي عايز يقرأهم بالتفصيل يوقف الفيديو ويقرأ. تمام. القطع بقى اللي مع الاير فراير دي بصراحة وهم يعني، دي بتاعت الشيش طاووق زي ما انتم شايفين كده. هنا طبعا وبتلف، ومعانا القفص بتاع البطاطس برضو بيخش مع السيخ ويقعد يلف. تمام. ودي المساكة بتاعته، او المساكة بتاعت اي حاجة انت ممكن بتاخديها او بتحطيها في الاير فراير بكل سهولة بتمسكيها. دي الصينية بتاعت الآلية، تحطيها كده وتقلي فيها المخبوزات، تقلي فيها كل حاجة انت عايزاها. تمام. بدل ما تقلي هنا بتقلي على الصينية عشان تقدري تنضفيها بكل سهولة. ودي المصفى بنحطها هنا او بنحطها على الستاند بحيث ان هي تصفي لو احنا حابين حاجة زي كده. تمام. وده الحامل، يا اما الحامل ده في درجتين، الدرجة المرتفعة والدرجة المنخفضة، يا اما بنحطه على الدرجة المرتفعة يا اما بنقلبه على الدرجة المنخفضة على حسب ما احنا حابين المسافة ما بين الهواء والأرضية. تمام. ومعانا دي بتتركب هنا. تمام. وبتتلف كده، بعد كده نسيبها. ومعانا بقى القفص بتاع السمك، بنفتحه ونحط فيه السمك بتاعنا، وبرده بيتحط بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام. وبنركبه، وطبعا بيلف وبياخد دورته. ده طبعا الآلة دي بتوفر في الوقت بتاعك، بحيث ان انت بدل ما تفتحي وتقفلي كل شوية، القلاية بتقلب الاكل. ودي الشوكة بتاعت الفرخة برضو زي ما انتم شايفين كده، بنحطها الفرخة بتفضل تلف. تمام. بصراحة الجهاز متكامل. ومعانا دي برضو بنحطها كده، بنحط الفرخة. تمام. دي ليها استخدام برضو. بصراحة الجهاز متكامل وفيه قطع كتير هتوفر معاكي الوقت والجهد وكل حاجة. وفي هنا زرار، اما بنيجي بنقفل الاير فراير لازم نضغط عليه لتحت وبعد كده نقفله كده. بصراحة الاير فراير دي جبارة بمعنى الكلمة. شايفين التصميم ما شاء الله عليه. دي طبعا الهواية من كل حتة، جماله. ودي الفيشة بتاعت الاير فراير.